ازيكم يا سنة تانية؟ النهاردة هناخد درس جمع البيانات وتمثيلها. الأول نعرف يعني ايه جمع بيانات. جمع بيانات دي أنا بجمع معلومات عن حاجة، دخلت الفصل وبدأت أسأل ايه هي الفاكهة المفضلة عند التلاميذ، مين بيفضل التفاح، مين بيفضل البرتقال، مين بيفضل البطيخ، وبدأت أجمع معلومات وأشوف كم واحد بيفضل التفاح. فلما سألتكم لقيت إن أنا عدد الناس اللي بتفضل التفاح كانوا 5. طيب كم واحد بيفضل البرتقال؟ لقيتهم 2، في 2 رفعوا ايديهم. طيب كم واحد بيفضل البطيخ؟ لقينا 9 رفعوا ايديهم. طيب كم واحد بيفضل الاناناس؟ لقينا في 6 بيرفعوا ايديهم. وكم واحد بيفضل الفراولة؟ لقينا في 8 رفعوا ايديهم. انا كده عملت ايه؟ كده انا عملت حاجة اسمها جمع بيانات. طيب ايه هو تمثيل البيانات؟ ان انا خدت البيانات اللي انا جمعتها وكتبتها في الجدول بتاعي دي، خدتها ومثلتها، مثلتها في الرسمة بتاعتي. طيب الرسمة دي بتتكون من ايه الاول؟ بتتكون من محورين، اللي هو الخط الاول الافقي ده اسمه محور افقي. وبتتكون من خط رأسي ده اسمه محور رأسي. يعني أنا عندي التمثيل البياني بتاعي بيتكون من محورين، محور أفقي ومحور رأسي. هلاقي إن المحور الأفقي عندي عليه أنواع الفاكهة اللي أنا بقى إيه جمعت معلومات عنها. طيب المحور الرأسي عليه إيه؟ عليه أرقام، خلاص؟ طيب يعني أنا عندي بحط على الأفقي المجموعات بتاعتي أو الأنواع اللي أنا بسأل عليها، وبحط على الرأسي أرقام. طيب بيجي يقول لي أسئلة، يجي يقول لي مين هي الفاكهة المفضلة؟ يعني ايه هي الفاكهه المفضله؟ اكتر فاكهه حبها التلاميذ، او اكتر فاكهه هلاقي ان التلاميذ بيحبوها. طيب مين اكتر فاكهه التلاميذ بيحبوها؟ اكيد اللي واخد اكبر رقم، هلاقي ان البطيخ واخد 9. يعني الفاكهه المفضله هي البطيخ اللي هي واخد اكبر رقم. طيب عدد التلاميذ الذين يفضلون التفاح والبطيخ معا، بيقول لي عدد التلاميذ الذين يفضلون التفاح والبطيخ. الاول لما يجي يسالك عن حاجتين مع بعض، هو دي كانه بيقول لك زائد، يا التفاح زائد البطيخ. هروح اشوف التفاح كام. لما انا شفت مين اللي بيحب التفاح لقينا مكتوب عندي 5، في 5 بيحبوا التفاح يبقى 5. والبطيخ، البطيخ كام؟ 9. يا كانه بيقول لي 5 زائد 9، يا عدد التلاميذ الذين يفضلون التفاح والبطيخ معا، يا التفاح زائد البطيخ. 5 زائد 9 14. يقول لي كم يزيد عدد التلاميذ الذين يفضلون البطيخ عن الفراولة؟ أما يسألني بسؤال كم يزيد، يبقى دي مسألة طرح. يا كم يزيد، أو ما يقول لي كم يزيد دي طرح. البطيخ عن الفراولة، هشوف البطيخ كام. البطيخ عندي كان 9 والفراولة 8، يبقى 9 ناقص 8. 9 ناقص 8 كام؟ بواحد. بعد كده بيقول لي عدد التلاميذ الذين يفضلون البرتقال والأناناس والتفاح. قلنا و دي يعني ايه؟ زائد. يعني انا هجمع البرتقال زائد الأناناس زائد التفاح. البرتقال كام؟ 2، والأناناس 6، والتفاح 5. يبقى 2 زائد 6 زائد 5، هجمع 2 زائد 6 ب8، 8 زائد 5 13. طيب اجمالي عدد التلاميذ، اجمالي دي يعني ايه؟ يعني المجموع، المجموع، المجموع بتاع عدد التلاميذ. هجمع كل التلاميذ اللي رفعوا ايديهم، فانا عندي المجموع بتاعي 5 بتاعت التفاح زائد 2 بتوع البرتقال زائد 9 زائد 6 زائد 8. أجمع 2 زائد 8 10، و5 زائد 9 14، وفضل 6 14 زائد 10 زائد 6 16. 14 زائد 16 64، صفر معايا الواحد، 1 و1 2 و1 3. يبقى اجمالي عدد التلاميذ 30. يبقى انا عرفت النهارده ان انا عندي كم يزيد
دي تبقى مسألة طرح، وما يقول لي إجمالي يبقى مسألة جمع، وما يقول لي معا برضو تبقى مسألة جمع. نشوف النشاط اللي عندي هنا، مديني رسمة وعاوزني أطلع الأرقام اللي من على الرسمة أحطها في الجدول. فبيقول لي إن دخل المعلم سأل التلاميذ ماذا تفعلون في الساعة 3 عصرا، فجه عدد من التلاميذ قالوا إن هما بيجوا الساعة 3 العصر بياكلوا الطعام بتاعهم. طب نشوف العمود بتاع الطعام طلع لحد رقم كام، هلاقي إن العمود بتاع الطعام طالع لحد رقم 8، يبقى في 8 تلاميذ بيجوا الساعة 3 العصر بيتناولوا الطعام بتاعهم. طيب المذاكرة، هشوف العمود بتاع المذاكرة طلع لحد كام، هلاقي إن المذاكرة طلع لحد 10. طيب التسلية، العمود بتاع التسلية طالع لحد كام، هلاقي إن هو وصل لحد 4. طيب النوم، في كام واحد بينام الساعة 3 العصر، هلاقي إن العمود بتاع النوم واصل لحد 6. نشوف اللي بعده، بيقول لي البيانات التالية تمثل اليوم المفضل لتلاميذ الفصل، عايزني أقرأ البيانات وأكمل الجدول وألون الرسم. طب بيقول لي هنا إن أنا عندي يوم التلات في 5 تلاميذ بيحبوه، هروح عند يوم الثلاثاء، فين هنا على الرسمة يوم الثلاثاء بتاعي؟ أهو في 5 تلاميذ بيحبوا يوم الثلاثاء، فأنا هلون العمود بتاع يوم الثلاثاء لحد رقم 5. يبقى انا العمود بتاع يوم الثلاثاء انا وصلته لحد 5، واتاكد ان هو واصل لحد 5. طيب نشوف يوم السبت، في كام واحد بيحب يوم السبت؟ هلاقي ان انا عندي 3 بيحبوا يوم السبت، يبقى انا هوصل العمود بتاع يوم السبت لحد 3. طيب يوم الاثنين، كام واحد بيحب يوم الاثنين؟ هلاقي ان انا عندي 7 بيحبوا يوم الاثنين، يوم الجمعة في كام واحد بيحب يوم الجمعة؟ هلاقي ان انا عندي 10 بيحبوا يوم الجمعة. نشوف اللي بعده، بيقول لي هنا البيانات التالية تمثل اللون المفضل لتلاميذ الفصل، عندي هنا جدول ومديني الألوان المفضلة لتلاميذ الفصل، فهلاقي إن أنا عندي اللون الأصفر، هنروح عند العمود بتاع اللون الأصفر وهطلع لحد 7. طيب اللون الأحمر كام؟ اللون الأحمر 9، فاروح عند العمود بتاع الأحمر واطلع لحد 9. طيب اللون الأزرق كام؟ اللون الأزرق 5، فهروح للعمود الأزرق واطلع لحد 5. طيب الأخضر 3، فين الأخضر؟ هنا، يبقى أنا هطلع لحد 3. احنا نسينا الأبيض، الأبيض 12، فهنطلع لحد 12. واخر حاجه البرتقالي 10، فهنطلع لحد 10. بعد كده بيقول لي اسئله على الرسم بتاعي، بيقول لي اللون الاقل تفضيلا، ايه اللون الاقل تفضيل؟ يعني اقصر عمود عندي او اقل رقم عندي، هلاقي ان اللون الاقل تفضيل هو اللون الاخضر. هي مش مكتوبة هنا في الاختيارات، هنكتبها احنا، يبقى اللون الأقل تفضيل هو اللون الأخضر. طيب عدد التلاميذ الذين يفضلون الأخضر والبرتقالي معا، احنا قلنا وادي يعني زائد، يعني أنا عايزني أجمع الأخضر زائد البرتقالي. الأخضر كام؟ الأخضر 3 والبرتقالي 10، 10 زائد 3 13. طيب عدد التلاميذ الذين يفضلون الأبيض
ولا عدد التلاميذ الذين يفضلون اللون الأصفر؟ الأبيض كام؟ الأبيض 12، نكتب فوقيها 12 والأصفر 7. مين الكبير، ال 12 ولا 7؟ أكيد ال 12 هي الكبيرة. بعد كده عدد التلاميذ الذين يفضلون اللون الأزرق والبرتقالي والأخضر، عايز الثلاث ألوان على بعض، يعني عايز الأزرق زائد البرتقالي زائد الأخضر. الأزرق كام؟ الأزرق 5، البرتقالي 10، والأخضر 3. هنجمع 5 + 10 = 15، 15 + 3 بعد 15 16 17 18. كده يبقى الدرس بتاعنا خلص يا سنة تانية، ياريت نحل عليه في البيت، وأشوفكم إن شاء الله في الدرس الجاي.